ايه رأيكم في الطحينة الجميلة دي؟ دي كانت وصفتنا النهاردة، ولو حبيتوا تجربوها خش شاهد وفعل الجرس وما تنساش تعمل مشاركة. يلا بينا ونسمي الله. مساء الخير عليكم، مساء الخير على كل محبيني ومشاهديني. النهاردة عايز اعمل ايه بقى؟ طحينة سهلة جدا، بالسمسم وسوداني ودقيق. دلوقتي انا معايا كوباية سمسم وكوباية سوداني، معايا كوبايتين ونص دقيق. دول لازم ايه عشان اعملهم؟ لازم احمصهم، مش هحمصهم، اسخنهم شوية اطلع منهم الرطوبة. الاول هنبدأ بالسمسم ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. كده انا ولعت البوتاجاز والعين الضعيفة جدا، يعني واطية جدا. يا دوبك يتحمص ده، غامق مش فاتح المرة دي، غامق عشان كنت جايبة للحلبة نص كيلو وانا ما خدتش النص كيلو، فممكن الطحينة تطلع غامقة شوية، بس السوداني هيفتحها. ما كان في الاول في طحينة حمرا كنا نروح نشتروها، نقولوا عايزين طحينة حمرا غير البيضة. مش هتاخد هي دقايق على النار، يا دوبك بس ايه، وبعدين نضيفه جدا، يعني هي مش ما فيهاش اي حاجه نضيفه. يا دوبك تسخن شويه كده تطلع منها بس الرطوبه، وعشان تساعدك في لما تيجي تطحنيها تساعدك ما تبقاش متعبة. قربتها كده، هي مش بتاخد دقايق على النار، يا دوبك تسخن بس شوية. نبدأ بقى ايه في السوداني، نبدأ بقى في ايه في السوداني. بسم الله. برضو ايه، حاجة بسيطة كده نطلع الرطوبة منه. الزيت بقى حسب ما هياخد، حسب السمك اللي انت عايزاه، ممكن ياخد كوباية ونص كوبايتين حسب السمك اللي هتعوزيه. والحقيقة أوفر من بره بكتير. كفاية كده عشان نبدأ في ايه، في الدقيق. هنا نبدأ بقى ايه في الدقيق. الدقيق برضو ثواني بس نطلع منه الرطوبة برضو بالراحة كده عشان ما يقعش كله بره بالراحة.
وكده بقى سخن، نروح بقى ايه عشان نطحن الحاجة، السمسم والسوداني. وخليكم معايا نبدأ في مرحلة نطحن السمسم. بسم الله، تمام كده. هتخلص وارجع لكم تاني كده. انا بنعم السوداني السمسم، هضربه تاني في الطحونة بتاعت الخلاط عشان هو مش عاجبني شوية، هو ناعم بس هجيب الطحونة بتاعت الخلاط. بصوا يا جماعة اهو بقى النعم دهوت كده، انا عايزاه كده كأنه في زيت نازل منه، ونفس السمسم اهو بالطريقة دي ناعم جدا. اعمل ايه بقى تاني؟ هخلطهم على بعض تاني كده الاتنين، وهديهم واحدة تانية اطحنهم تاني عشان احطهم على الدقيق. بس بصراحة الخلاط التاني هو اللي نفعني اكتر من ده. الزهر التاني سكنته حامية. يعني في المطحنة بتاعت الخلاط احلى كمان. حط الكهرباء. وراها لكم مرة وارجع. تمام كده الطريقة دي، وهحطه على الدقيق. خلص بقى الكمية اللي معايا وارجع لكم تاني. كده خلاص انا نعمت لكل حاجة. اعمل ايه بقى؟ يعني هعمل حاجة كده في الدقيق، افرفتهم في بعض كده يعني عشان في حاجات مكلكعة افردها كله مع بعض كده. خلطهم كلهم مع بعض كده بالطريقة دي. اي حاجة مكلكعة نعميها تنعم. انا هحط نص الكمية في الخلاط والنص التاني مرة تانية يعني وراها بعد ما اخلص. تمام كده حطه في الخلاط. بسم الله. هنزل عليه بقى بسرسوب بالزيت واحدة واحدة. حط كده شوية وبعد كده نزل ايه واحدة واحدة. نزل بقية الكوباية. وكل شوية بقى ايه انا الف اللي تحت اطلعه فوق عشان يتضرب مع بعض. انا ليه ولسه هي وبقت هي بالطريقة دي جميل حقيقة. بخلص وارجع لكم تاني. بصوا يا جماعة بعد ما ضربتها في الخلاط بالزيت
انتي بقى في ايديكي ترفعيها او تطخنيها. بصي الجمال الكثافه دي حلوه جدا جدا. قد ايه بقى؟ يجوا نص كيلو. تمام كده، عبيها بقى ببرطمانات وارجع لكم تاني. ايه رأيكم بعد ما خلصت الطحينة واتطحنت واتعبت بالطريقة دي؟ طلعت جميلة جدا، والكثافة دي في ايديك تطخنيها وايديك ترفعيها حسب ما انت عايزة. عايزة تبقى رفيعة تكون حطي فيها زيت، عايزاها بالكثافة دي. يعني هي خدت 2.5 كوباية زيت على الكمية اللي انا عاملاها دي. ودي كانت وصفتنا، واتمنى تعجبكم. ولو عجبتكم ممكن تعمل مشاركة وتفعل الجرس عشان يجيلكم كل جديد. واقول لكم الى اللقاء في فيديو جديد في مطبخ ماما سوسو. باي باي.